بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا عن الفيرال هيموراجيك فيفا. هي a term used for severe multi-organ disease in which the endothelium is damaged and the hemostasis is impaired. تمام؟ يعني هي فد حالة خطرة من شنو؟ من multi-organ failure ويؤدينا إلى endothelium damage وبالتالي يضرب لنا الاستقرار البدني. تمام؟ ومضاعفاتها تؤدينا إلى ممكن إلى death. زين. Hemorrhagic complicates the disease course and can be life-threatening. مثل ما قلنا ممكن توصل لنا إلى تهدد الحياة المريض. Caused by several different viruses. تمام؟ هو هنا نذكرها إنه دي يقول viruses. Different viruses ممكن تؤدينا لهذا الشيء. The largest outbreak, ماشي, of the viral hemorrhagic fever to date started in 2014. واللي هو كلش انتشر بوقته واللي هي نسميها شنو؟ الإيبولا. الإيبولا. تمام؟ واللي هي انتشرت بأفريقيا وأكثر مناطق اللي كثرت بها هي بغوينا وليبيريا وسيرا لينون. The outbreak results in over 28,000 cases by 2016. زين. هنا عندنا هذا الجدول اللي هو الفيرال هيموراجيك فيفر وأنواع، لأن هو مو بس فيروس واحد اللي يسبب لنا إياه. وعندنا اللي أشهرهن اللي موجودات هي اللازا فيفر والإيبولا فيفر والماربورغ فيفر واليلو فيفر والدنجو والكريمن كونغو. هذن تقريبا أشهرهن. تمام؟ اللي هن أشهر فيرال هيموراجيك فيفر. وعندنا هذه اللازا اللي هي انتشرت هم بلازا منطقة بنيجيريا. تمام؟ منطقة ريفية بلش بيها المرض هناك وسبب لنا شنو؟ سبب لنا فيرال هيموراجيك فيفر بذيك المنطقة. طبعا الغالبية كلية راح يؤدينا إلى هيمورج بالنهاية. ماشي؟ ممكن كلهن يشاركن بال يعني هاي ككلينيكال فيتشر هنا كلهن يشاركن بشنو؟ كلهن يشاركن بالمالتي اورجان فيلير. ممكن يشاركن بالشوك. تمام؟ لكن بعضهن تتميز عن اللخ، لكن هن كلهن يبلشن فلو لايك إلنس لان فيروس. تمام؟ والانكيبيشن بيريود الكل ديزيز من عندهم او الكل فيفر او الكل فيروس يختلف عن الثاني، بس كرينج هو من السبعة او يعني خلينا نقول من اليومين الى 21 يوم او من 7 الى 21، يعني من اسبوع الى 3 اسابيع الانكيبيشن بيريود مالته. تمام؟ اللي نخليه ببالنا اللي هو اشهرهن واخطرهن اللي هو شنو؟ الإيبولا. والإيبولا ليش الإيبولا؟ الإيبولا لأن توصل المورتاليتي ريت مالتها من 25 إلى 90%. تمام؟ اللازا 15%، لكن 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 ويا البريجنانسي ممكن تسوي لنا المورتاليتي ريت تصير عالية، توصل 50 إلى 75%. بالبريجنانسي وممكن توصل الفيتال ديث يعني الطفل بداخل بطن امه ممكن توصل النسبة الى 30%. فاحنا مثل ما قلنا اللازا فيفر والايبولا الماربورغ، يعني نسبة منطقة ماربورغ اللي موجودة بالمانيا انتشرت هذا صار اوت بريك بالمانيا. اليلو فيفر واللي هي الحمى الصفراء واللي اشتهرت كلش والسببها او هاي بالاصفر المونكيز تنقل عن طريق شنو؟ القردة. او مثلا المرضى اللي مصابين باليلو فيفر ممكن ينقل
through the body secretions أو fluids تنقل ممكن هذا الشيء. خوش. الإيبولا عن طريق الباتس اللي هي الخفافيش, و اللازا فيفر هي الرات, تمام, اللي هي القوارض, تمام. زين كانفستيجيشن, وهذا ممكن هذا الجدول انتم تراجعوه وتقروه بطريقه يعني خلينا نقول مفصله, بس باختصار هو هذا المهم اللي بيه. الانفستيجيشن اللي نستخدمها نان سبيسيفيك فايندينجز انكلودينج, ممكن المريض شو نشوفه, نشوفه يجينا بليكوبينيا, thrombocytopenia, proteinuria, تمام. It is important to exclude other causes of fever, especially malaria, typhoid and respiratory tract infection. لأن قلنا ممكن هو يجينا المرض كبداية كفلو like illness, تمام. In Lassa fever عندنا الاسبارتيت ترانسامينيز ممكن نشوفه أكثر من 150. احنا بالعادة النورمال رينج مالته من 8 تقريبا الى 33, تمام, يونت بير ليتر. من نشوفه فوق ال 150 نفكر باللازة, نعتبر انه المورتاليتي ريت صعدت ووصلت لل 50%. اذا تذكرون بالجدول كانت 15%, اذا صعدت الاسبارتيت ترانسامينيز صعد فوق ال 150, لا المورتاليتي ريت راح تصعد ويانا. كلينيكال فيتشرز, ذا انكيوبيشن بيريود فاريز بتوين ذا سبيشيز, واحنا اتفقنا انه هي تختلف الانكيوبيشن بيريود من يعني خلينا نقول من فيروس لفيروس ثاني, تمام. فاحنا عندنا كرينج هو من الاثنين الى 21 دايز, تمام. The clinical symptoms in the early phase of the viral hemorrhagic fever are indistinguishable, لا يمكن تمييزها, ماشي, from the other viral illnesses. يجينا المريض fever, malaise, body pain, ماشي, sore throat, headache, يعني كليتهن مشابهة للإنفلونزا, فflu-like illness, تمام. بالlate phase ممكن شنو نشوف is more specific and is characterized by organ failure, ويدخل المريض بهايبوفوليميك شوك وبالأكيوت ريسبيراتوري ديستراس سيندروم. ممكن يدخل لنا المريض باللوز ديستيرب ليفل اوف كونشس, ماشي, او نسميها الالترد منتال ستيتس, وبالنهايه يوصل لنا للهيموراج من اسمه هيموراجيك فيفر, تمام. Conjunctivitis ممكن نشوفه, throat injection احتقان بالبلعوم, erythematous or petechial rash نشوف rash على جسمك ككل, lymphadenopathy لأن viral infection, ماشي, bradycardia ممكن نشوفها وياه. Bleeding is due to endothelial damage and platelet dysfunction, يعني هو يريد يوصل الفكرة انه هذا الديزيز شو دا يصير بي بلش في فلو لايك إلنس وممكن نقل على فيس ثاني وصار أكبر هيموراجيك شوك وهاي سؤال سوري هايبوفوليميك شوك وأكيوت ريسبيراتوري ديستراس سيندروم. ممكن يوصل للهيموراج. الهيموراج ليش؟ لأن صار عندنا إندوثيليال دامج مثل ما قلناها بداية الموضوع, وبليتليت ديسفانكشن. هذه اثنيناتنا تأدينا إلى شنو؟ تأدينا إلى الهيموراج. The clue to the viral etiology come from the travel and exposure history. يعني احنا شلون نخمن انه هذا المريض عنده مثلا دينغو فيفر حمى الضنك, او مثلا عنده يلو فيفر حمى الصفراء, او ممكن ايبولا عنده. المريض يذكر انه يعني نسأله بالهستري, احنا مو traveling history, نسأل المريض يقول ايه يعني كنت قبل يعني مثلا خلينا نقول قبل اسبوع او قبل 3 ايام او قبل اسبوعين, يعني خلال الانكيوبيشن بيريود انا كنت مثلا بنيجيريا, او مثلا كنت بالسودان يعني من دول افريقيه, او مثلا بانديميك اريا منطقه هسه موجود بيها بكثره هذا المرض, تمام. ف يعني
هذا يودينا بدماغنا وبالدياجنوزز بالديفرنشال دياجنوزز لهذه الفيرال هيموراجيك فيفر او اكسبوجر هيستوري. مثلا يقول اني كنت ويا مريض بالمستشفى، مريض كان عنده هيك نزيف وهذا، فنفهم من عنده. Travel to outbreak area مثل ما قلنا. Activity in the rural environment and contact with the sick individuals or animals within 21 days all increase the risk of viral hemorrhagic fever. مثل ما قلنا يعني تواجد بمنطقة outbreak أو منطقة ريفية أو منطقة بها هذا المرض، أو كان يتواجد ويا مريض يحتوي على هذا المرض، أو كان يتواجد ويا حيوانات. تمام؟ زين. Inquiry should be made about insect bite and hospital visit. يعني لازم نستفسر عن شنو؟ إن المريض هل عنده insect bite؟ قرصات مع الحشرات؟ أو الهوسبيتال فيزيتس أو رايح المستشفى أو لا. تمام؟ زين. كمانجمنت إحنا عندنا أفيبريل بيشنت. إيه فيبريل بيشنت؟ يعني اللي عنده فيفر from an endemic area within the 21 day incubation period who has a specific epidemiological risk factors. عنده عوامل خطورة وبائية عالية or signs of organ failure or hemorrhage، أو عنده شنو؟ عنده علامات إنه بعض الفشل الكلوي، مثلا فشل كبدي، فشل كلية organs، أو فشل دماغ ماشي كفالوباثي. تمام؟ أو عنده hemorrhage. كل هذولا should be treated as being at high risk of viral hemorrhagic fever، فلازم ندخله. Appropriate infection control measures must be implemented and the patient transferred to a center with، لازم ننقل المريض إلى مركز يحتوي على الـ biosafety level 4 to facilitate if testing positive. إذا التست مالته positive فلازم ينقل الـ هيجا center، يكون الـ bio safety level مالته number 4. زين. General supportive measures ماشي لازم نتخذها. Intravenous fluids، electrolyte supplementation، empiric antibiotic therapy. لازم ندخل شنو؟ التجربة. يعني لازم ندخل الانتيبايوتيك ثيرابي الامبيريك من عندنا، مو ننتظر انه سبيسيفيتي وكلتشر وهاي سؤال، لا ننطي احنا على التجارب، حسب التجارب وننطي. ممكن نوصل المريض، يوصل المريض للانفيزيف ونان انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن. ليش؟ لان ممكن راح يدخل لنا بالاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. المريض ممكن يدخل بهذا السندروم، فاذا دخل بها لازم نخليه على الفنتيليتر ماشي، and continuous renal replacement therapy، وممكن ندخل المريض الى شنو؟ وحدة غسل الكلية. ليش؟ يعني المريض دخل بالorgan failure، فاحنا لازم نصلح هذه الشغلات بلكي الما الجسم يستعيد قوته وطاقته ويشتغل الانتيبايوتيك وتعدي الفترة ويطيب المريض. زين. عندنا الريبافيرين. الريبافيرين ماشي هنا أنا. الريبافيرين تمام، وهذا من الانتي فايرال ميديكيشنز. تمام، اللي نستخدمها بالفايرال هيموراجيك فيفر، يستخدم قبل الهيباتايتس و is given intravenously 100 ملغرام بير كي جي، then 25 ملغرام بير كي جي daily for 3 days or 12 or 12 and a half milligram per kg daily for 4 days. يعني هذا الكورس مالته وهذا الرجيم مالته. When Lassa fever or South American hemorrhagic
fever are suspected. يعني إذا يعني شكينا إنه المريض عنده اللازا فيفر أو South American hemorrhagic fever. Ribavirin has been used as a prophylaxis in close contact in Lassa fever, but there are no formal trials of its efficacy. تمام؟ يقول لك إنه ممكن إحنا ننطي للشنو؟ للكلوز كونتاكت مريض لازا فيفر، المرض المرافق وياه اللي يداري هذا كلوز كونتاكت ممكن ننطي شنو ريبافيرين بروفيلاكسز، لكن هل التجارب رسميا ثبتت هذا الشيء الى فائده؟ نو فورمال ترايلز اوف اتس افيكاسي، ما شافوا فعاليه بشنو التجارب رسميا. زين الكرايمن كونغو هيموراجيك فيفر، كرايمن اللي هي جزر القرم اللي تحت اوكرانيا وروسيا، تمام، والكونغو اللي هي بافريقيا، تمام، اللي هي يعني اتصور بزائر او اي بزائر دولة زائر قبل، تمام. يعني التسمية جتي لان اوت بريك صار بهاي المنطقتين اكثر شيء، فالتسمية جتي من عنده. Is a disease transmitted from ticks. Ticks اللي هو القراد اللي عندهم يعني مثلا حلال، اللي عندهم بالبيت مثلا مربين حلال او فتشي يشوفوها هاي القرادة اللي تشلب بالحلال، تمام، واذا تشلب بجسم الانسان تطبب مخالبها بالجلد وما تنفسخ يعني بسهولة، يعني ممكن تموت وهي بعدها مقردة، يعني من اسمها مقردة بالجلد، تمام، واللي عندهم livestock animals اللي عندهم ماشية، تمام، هذولا يكونون عرضة للكرايمن كونغو هيموراجيك فيفر. بال2010 ماشي 11 كيس أثبتت، تمام، و28 كيس كان بيها اشتباه، وين؟ بالعراق، تمام. Human to human transmission can occur in the community or hospital setting by contact with infected body secretion. احنا قلناها مثل ما حكينا على اليلو فيفر، اليلو فيفر تنقلها القرود بصورة بأكثر يعني بصورة رسمية او بصورة يعني شاسعة، هي القرود تنقلها، لكن ممكن تنقل من patient to patient بواسطة infected body secretion. The geographic distribution is widespread with the cases reported from Africa, Asia, Middle East and Eastern Europe with increased incidence recently in the East Mediterranean region. تكثر بهاي المناطق. بال2002 تركيا reported the largest outbreak with over 2500 cases and almost 10,000 to date. تمام؟ وصلت ل10,000. زين. Crimean Congo hemorrhagic fever has more prominent hemorrhagic manifestation. أكثر وحدة يجي المريض بها بهيموراجيك manifestation. Patients have red eyes, flushed face, red throat, and petechia that progress to severe uncontrollable bleeding, more characteristic hematemesis اللي يتقيأ بالدم or bleeding per rectum accompanied by derangement of liver function test. خربطنا شنو؟ تحليل الليفر. Supportive therapy is mainstay of therapy. الأساسي هو شنو؟ المريض انطي supportive therapy، يعني مثل غالبية الفيرال انفكشنز، يعني غالب الأمراض الفيرال انفكشنز احنا شنو نعالج؟ سبورتيف ثيرابي، مثل ما شفناها هسه الاوت بريك مال كورونا، من جتنا الكورونا ما نعرف مرض جديد علينا، فاحنا شنو العلاج مالتنا؟ كان بالبداية سيمتوماتيك عرضي، شنو نشوف اعراض ننطي علاج لها، سبورتيف ثيرابي نريد ندعم شنو الهيلث مال البيشنت لحد ما يعبر الكورس مال الفيروس
ويستعيد الجسم طاقته وصحته وعافيته. There is no approved antiviral medication. ماكو إلى حد الآن شنو antiviral ماشي drugs approved للviral hemorrhagic fever. زين. آخر شيء early diagnosis اللي هي هاي نأكد عليها early diagnosis and early management can reduce the mortality. يعني إحنا بس يصير عندنا suspicion بال patient إنه عنده viral hemorrhagic fever يعني إحنا خلينا early diagnosis لازم نكون early management. ليش؟ لأن إذا أكو early diagnosis early management راح يكون less mortality وهذا هدفنا. شكراً.